السلام عليكم، ذيس يور بوي بيج رياكشن. جاناكم الاولاد برياكشن جديده كالعاده، والعوايد الجديد موجود وبيج رياكشن موجود. تعرفونا ما نفلتوش الجديد الاولاد. المره هذه جيناكم يظن الاولاد اسمه مش تعرف لنطقوا الجمله الاولاد. والله ديزولي برو، كنت تفرج فيا الله غالب صاحبي، قسما بالله. والله ورجيا ان شاء الله كان حكينا باش نسالك كيفاش يتنطق في فوكال، باش نحب ننطقوا اللي بالضبط بالضبط صاحبي. نمبك سيلر مش هي، حسيتها مش هي، ما نعرفش علاش. هذا ما يبراش الاولاد ليلا البيا كليب اوفيسيال، تيتر عنده 3 سوايع من الهبط. تعرفونا ما نفلتو شيء الاولاد، جايين باش نشوفوا شنو هي الفوضى الاولاد وشنو هي اللغه. اليوم عيد الحب لو 14 فيفريي، دونك فهمتني ولا نتصور التيتر عنده علاقه بالموضوع هذاك، وهيك علاش هبط في النهار هذا. فكره وعباد ذكيه وعباد تخدم على روحها وتهصل، وهذاك علاش لازمك تريسبكتي تو سامبلو مو يا برو. اذا ما يمنعش ليلا البيا، ليتس جو نشوف شي الفوضى مع بعضنا. شبعنا حب الاولاد اليوم قسما بالله، الدنيا والحب صح. يلا الاولاد جاي باش نعملوا جو، جاي باش نتفردوا الاولاد لا اكثر لا اقل. Let's go يلا. نشبه الدب الدب يهديكم رب. شبه الدب الدب الأولاد إيش صار؟ وليت إنسان جديد ما يتعدى علي الشيء. صاحبي شفتها ترجمة باللونجليز، شفتها ذكية برو، شفتها عباد تخدم، عباد تجيب فيها أفكار، عباد باهية باهية. وليت إنسان جديد ما يتعدى علي الشي، تخدم مخك نقولك تايلي شفته بيني مش شوية، منين نجيب كيف يبدا ثرب علي قوي، زدني مازلت نتنفس شوي، جيب التاية للا البيا، عندي مانيش كيلك ديما ساكت ما نحبش نقول اش عملوا فيا. برو 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 البيتات اللي كيما هكا يعجبوني، ما نكذبش عليكم، العمليه ماشيه في القدير الاولاد، ماشيه في الصحيح. كنت طفل صغير اش باش نحكي لك، فما مشاكل تعد والله كان مش تعول دايا، راهو تحشي في الثنية، راني غارق راني غادي وين حبي كنتي، بلاش اصحابي بلاش ناسي بلاش العباد اللي نحبهم دايرين بيا، انا غلط كلو فيا، مشيت مع صحاب كلمية اش باش تخاوي عبد اخراوي تقرا بالهاش ولا مزية. فاكت يا برو فاكت الوليد، وحلوة الزربة في الفلوس صاحبي. اسمع ما بيناتناش قلتلك نعطيك من عيني، ما بيناتناش مادام وصلت قعدت معايا، ما بيناتناش قلتلك نعطيك من عيني وما بيناتناش، ما تزيدناش قال الله حبوا جيبوها العمل على الله، نحبوا نجيبوها العمال على الله صاحبي مش على عباد، عمل على ربي سبحانه وعلى هوا. شفتوا هذا شفتوا هذا على ذريعك صاحبي، يخدم على روحك هصل ما تقفش، وبقدرة ربي توصل وين ما تحب توصل. رد بالك تعمل على عباد، رد بالك تثق في العباد، ورد بالك تستنى من العباد فهمتني ولا باش ما يضروكش، فهمت كيفاش صاحبي؟ خاصة انه كي تبدا تخدم في خدمة معينة مثلا كيما تبدا رابور، رايت صعاب أكثر وأكثر يا برو، فهمت كيفاش؟ بس ولا لعب ما تزيدناش قال الله حبوا نجيبوها العمل على الله، فلوس بالبلاط نحب نخرج أمي وبابا من عمارات. هذا علاش نعملوا فيه الشيء هذا صاحبي؟ والله أقسم بالله فلوس بالبلاط نحب نخرج أمي وبابا من عمارات، ما بيناتناش قال الله حبوا نجيبوها يا الله، رد بالك تمشي صلاة وما عادش نسمع بيك حتى تراك، رد بالك تنسى صلاتك انت اللي تعرف الاختيار بنا. سمعتوا اش قالك برو؟ سمعتوا اش قالك؟ تسمع صاحبي تسمع في النصيحة، عاود اسمعها وركز في الكلام برو، حتى تراك اسمع رد بالك تنسى صلاتك، رد بالك انت اللي تعرف الاختيار بنا، فاكش تفهمني ساعات مو لازم نحطك في الليتار، قطعوا لازم نحطك في الليتار باش تفهمني فاش قاعد نحكي، خاطر ساعات العباد ما تفهمكش، فهمت كيفاش؟ كي قال لك ما لازمكش تنسى صلاتك برو، هذيك اكبر واحسن نصيحه تشوفها في حياتك، خاطر صلات مهما تكون فاش قاعد تعمل
مهما تكون فاش قاعد تعمل غلط ماكش غلط ماكش شاد الطريق صحيح سليت قبل كل شيء برو من الاخر صاحبي ما فهمياش علاش من غير ما نقول لك على السبب تجي نهار وتعرف وحدك برو تو سامبلومون والله اتصالات ما اخباركم الكل شي بدات ما حشتيش باش نطول تقول معكم ناقص كام في الظل ترتاحوا معايا مش فرحان بالكل كي نشوف اش صار صغار بالغل تصب في تراك خاطر لي اكبر منهم نا مش كبار بلاد تعيش في حسد وعيون بالنار ناقص كام في الظل ترتاحوا معايا مش فرحان بالكل كي نشوف اش صار صغار بالغل تصب في تراك صغار بالغل تصب في تراك خاطر لي اكبر منهم نا مش كبار بلاد خاطر لي اكبر منهم ما همش كبار يا برو تو سامبلومون برشا صغار حرفيا برشا صغار راي قاعده تخدم في خدمه مش عاديه راي عبيد عندها ما تقدم فهمت كيفاش اما الله غالب اللي شادين بلايز والكبارات راه مكثريتهم مش كبار يا برو فما عبيد تستحق الفرصه اكثر منهم اما هذاك هو الدومين برو وما لازمكش تقف كان عندك حلمة بقدرة ربي تخلط لها ما جيش تردها كهدف واخدم عليها لا أكثر لا أقل صعب تعيش في حسد وعيون بالنار ما لقيتش ما نقول خنزيد رفران إن شاء الله ما قلقتكش بكلام صغار ما حبيتش نقول كلام كبار ما بينتناش ما لقيتش تشوف يا ما بينتناش قلت لك نعطيك من عيني ما بينتناش مادام وصلت قعدت معايا ما بينتناش بيناتنا برو بيناتنا قلت نعطيك من عيني وما بيناتنا ما تزيدناش قال الله حبوا نجيبوها لعمل على الله حبوا الفلوس بالبلاط حبوا نخرج امي بابا من العمارات ولا ما بيناتناش قال الله فاش تعمل انت عليك هيك عليك شفت الغداره شفت الغداره برو شفت كي نقول لكم ما تثقوا في حد انا الفدلك انا الفدلك صح حبوا نجيبوها لعمل على الله حبوا الفلوس بالبلاط نحب نخرج امي بابا من العمارات ما بيناتناش قال الله حبوا كان القريب صاحبي والله كان القريب جيبها يا الله ربي لك تمشي صلات وما عادش تسمع بيك حتى تراك ربي لك تنسى صلاتك وتيتر تختم برد بالك ترسى صلاتك صاحبي 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 اسمعي والله لعب والله فوضى والله لوغه صاحبي والحبايب بالرسمي ما يفدلكش الولاد فما ميساج بحليه برشا وصل في التيتر مش الكل على الحب فهمتني ولا ليه فما برشا نصائح واهم نصيحه ما تنساش صلاتك يا برو ما تنساش صلاتك صلاتك قبل كل شيء مهما يكون مهما فيش قاعد تعمل صلي صاحبي وش عليك في الباقي تو تتحل بقدره ربي وتو ترجع للطريق الصحيح هذا ما يبرعش الولاد نصيحه محليه على الاخر تيتر في بالكلمه هذيك ولازمها تكون في بالك الحبايب وصل لنا الفكره ووصل لنا الصوره صاحبي والغدره ما تجيك كان من اقرب الناس عليك دونك توقعها باش كي تجيك تتعديها وما صار شيء ما تقفش غادي ما تقولش اش بيه غدرني ولا اش بيه غدرتني وهي قريبت لي وهو قريب لي وكنا نحبوا بعضنا وكذا وكذا وكل لغه هذيك ما فما حتى مشكل حتى كي تصير هيك هي الدنيا ماكش اول واحد وماكش اخر واحد تو سامبلومون يا برو حب روحك عيش روحك عيش الرب سبحانه وش عليك في الباقي صاحبي تلهي بعائلتك وتلهي بروحك وش عليك في الباقي وقت اللي تجي تو تجي وكي بش تجي تجي في وقتها يا برو تو سامبلومون وما تنساش صلاتك هذا الحبايب شنو وصل لنا الولاد تكنيس الفلو كاسح البيت شباب الفايب محليه الولاد توقعتوا تيتر كامل على الحب لا فما برشا نصائح فما رساله ياسر محليه يا صاحبي والتيتر وصل ونتصور بسيط تتفهم اللغه جوست تركز يا برو ليلى البيه كليب اوفيسيال تيتر عنده 3 سوايع من الهبط ان شاء الله تكون عجبتكم الرياكسيون وان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا الولاد نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن تنسوا شاركم كومنتاتكم دليلكم اجواكم سبسكرايب تاعكم خاصه مرحبا بكم على انستغرام بيجي ماتا رياكشن 22 مينسكول اول يوم في الديسكريبسيون اقرا خفيفه يا برو تلقى روحك غادي بلا فيش تستنى عندكم تيك توك عندكم بقشيش كل شيء موجود وبيجي رياكشن ديما موجود مرحبا بكم يا الولاد جوستك السبسكرايب وبقدره ربي باش تلقاو ديما الخدمه قبل ما نختموا الرياكسيون تاعنا تحيا فلسطين دائما وابدا ما ننساوش القضيه الفلسطينيه وما ننساوش الولاد خواتنا في فلسطين ندعيو لهم بالرحمه وبالصبر ونبارطاجيو اي حاجه تحكي على فلسطين وتدعم القضيه الولاد ما ننساوهاش حتى وكان ايامات مشاو اكثر واكثر واكثر القضيه راهي ماهيش من اليوم الولاد مش نقعدوا ندافعوا عليها لين بقدره ربي تتحرر فلسطين تحيا فلسطين دائما وابدا تقابلوا في اقرب وقت ممكن peace